السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في تريلر رياكشن جديدة من فيلم جامد. والتريلر اللي هنتفرج عليها النهاردة هي التريلر الأولى لفيلم دكتور سترينج ان ذا مالتيفيرس اوف مادنس. ورغم إن دي التريلر الأولى ولكنها مش المادة الدعائية الأولى اللي نشوفها من الفيلم. كان في زي تريلر أو تيزر برضو اتعرضت في نهاية فيلم سبايدر مان نو واي هوم، وكانت حلوة جدا وجامدة جدا وممكن تضاف للحظات المجنونة الكتيرة جدا اللي كانت في تجربة مشاهدة فيلم سبايدر مان نو واي هوم. ولكنها في نفس وتأكدت على حاجة أنا كنت خايف منها، وهي إن الأحداث ما بين الأفلام والمسلسلات دلوقتي هتكون مترابطة، ويمكن بداية من الفيلم ده هيكون صعب علينا جدا نتابع الأفلام لو مش شايفين المسلسلات، ودي حاجة ممكن نتأكد منها أكتر لما نتفرج على التريلر مع بعض. بس أولا وسريعا خلونا نفتكر إن فيلم دكتور سترينج إن ذا مالتيفيرس أوف مادنس هو الجزء الثاني لفيلم دكتور سترينج اللي اتعرض سنة 2016، والفيلم ده هيكون الفيلم 28 في عالم مارفل السينمائي. بطولة الفيلم لبنديكت كامبرباتش والإخراج لسام ريمي، اللي بيقود الفيلم إخراجيا بعد انسحاب مخرج الفيلم الأول سكوت ديريكسون. سبب انسحاب ديريكسون هو اختلاف وجهات النظر الفنية مع مارفل، وإحنا تعلمنا لما ده يحصل داخل عالم مارفل السينمائي دايما نثق أكتر في الرؤية بتاعت مارفل، وده بكل تأكيد شيء ما يعيبش المخرج نفسه. أصلا أنا لما دورت ورا سكوت ديريكسون عرفت إن هو لما انسحب من فيلم دكتور سترينج راح عمل فيلم تاني اسمه ذا بلاك فون، وعلى الرغم من إن الفيلم ده بينتمي في سنة 2021 ولكن عرضه الأول هيكون السنة دي برضه، واتفرجوا على التريلر بتاعته يا جماعه لانه فيلم شكله هيبقى جامد جدا. بس النهارده احنا مش جايين نعمل رياكشن للتريلر بتاع ذا بلاك فون، احنا جايين نعمل رياكشن للتريلر بتاع دكتور سترينج ان ذا مالتيفيرس اوف مادنس اللي كالعاده ما شفتهاش ولا مره، هشوفها معاكم دلوقتي لاول مره. فيلا بينا. Every night I dream the same dream. The nightmare begins. I did what I had to do to protect our world. You cannot control everything, Strange. You opened the doorway between universes, and we don't know who or what will walk through it. Wanda. What do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. He was right. I'm sorry, Stephen. Your desecration of reality will not go unpunished. We should tell him the truth. Things just got out of hand. You break the rules. Look out! You become a hero. I do it, I become the enemy. فيش مشهد تاني؟ فيش مشهد تاني. كتير قوي، كتير قوي، حلوة قوي طبعا، بس كتير قوي مليانة حاجات. دي هنعرف نفصفصها في فصفوصة واحدة دي؟ تعالوا نشوف. كل ليلة بيحلم نفس الحلم وبعدين الكابوس بيبدأ. ده السانكتوم سانتورم، ولكن لسبب ما في مكان لوحده تماما، مكان موحش، جسس وموت وهياكل عظمية وحاجة مسودة قوي يعني. ده باب نفس المكان برضو، ده سانكتوم سانكتورم، وبعدين السلم، عارفين السلم قابلناه في أفلام تانية كتير، ولكن ده على ما يبدو كده بيطلع إلى ما لا نهاية. مشاهد حرب ومشاهد دمار، مش قادر أميز قوي ده مين، ده وونج، ده دكتور سترينج نفسه، مش عارف برضو في حدود معلوماتي المتواضعة معرفش ده إيه. مين ده؟ ده سترينج نفسه؟ يبدو إنه هو، لأنه بيمورف ليه وهو نايم في السرير ده. تهيألي الساعة ديت لما بتظهر في الصورة بنرجع تاني لتاريخ الفيلم
الأولاني لحالته والتحول اللي هو شاهده والحادثة اللي حصلت له والتحول اللي حصل لطبيعة شخصيته كذلك. يمكن ده يكون ريفرنس مقصود من إن احنا نرجع نفتكر الساعة والأمور دي كلها، ويمكن أكون ببالغ. سترينج بيشرح أسباب اللي هو عمله، وأتصور الإشارة هنا للقرار اللي خده في فيلم سبايدر مان نو واي هوم. الاتهام اللي بيوصله من وونج فعلا ليه علاقة بإن هو فتح البوابات على بعضها وفتح المالتيفيرسز على بعضها، وإن في حاجات دخلت. بالفعل الإشارة البصرية هنا بتوضح الدنيا أكتر. عودة ريتشل ماكادمز فيما يشبه فرح، هي بتتجوز حد، هي بتتجوز سترينج، في حاجة وصلت، في تهديد وصل، في هجوم بيحصل، وده لسبب ما بيقودنا لواندا، ودي نقطة الالتقاء الأولى مع المسلسلات، لأن على ما يبدو كل اللي حصل في واندا فيجن مهم جدا في الفيلم ده. إيه طبيعة التهديد اللي بتدفع سترينج لأنه يفكر يتواصل مع واندا؟ دي حاجة مش باينة. فيز كان عنده وجهة نظر إن المالتيفيرس شيء خطير، هل ممكن نشوف فيجن؟ ودول عادي كده يعني، احنا هنشوف هذا المشهد ونقول ان هو عادي، ناس كتير عادية واقفة جنب بعضها يعني عادي، مجرد بني ادم طبيعي واقف بقرنين بيبص على اللي بيحصل، شيء عادي خالص. خلونا فاكرين ان دكتور سترينج ما بقاش السورسرر سوبريم اني مور، اللقب ده راح لوونج بعد اللي حصل في احداث اند جيم وانفينيتي وور والكلام ده كله، فعلى ما يبدو ده هجوم على السورسرر سوبريم. دي ايه بقى، جيت واي للمالتيفيرس مثلا؟ الكالر ثيم دي شويه بتفكرني بمسلسل لوكي، عوده موردو، وموردو زي ما احنا فاكرين من فيلم دكتور سترينج الاولاني كان شاهد تحول هو كمان، هو بقى غاضب، هو بقى متضايق من الاكاذيب، يعني المفترض ان هو في الفيلم ده هيكون متحمل بشكل او باخر على جانب الشر، مشاهد دمار، مشاهد هجوم تاني، انتهاكاتك للواقع مش هتعدي بدون عقاب. في حدود معلوماتي برضو انا ما اعرفش ايه المكان ده، ولكن اجواءه البسيطة بصرية بتفكرني شوية بلوكي. مين دول يعني؟ انا عارف ده مين يا جماعة، ده باتريك ستيوارت، لاني قريت ان هو موجود في الفيلم ولاني مش ممكن اتلخبط في صوته، بس ده طلع بدور مين بالظبط؟ هل ممكن يكون بروفيسور اكس؟ عنديش فكرة ده ايه برضو. الجديد بصريا في عالم دكتور سترينج المجنون، شبه شوية اللي ثانوس عمله في جارديانز اوف ذا جالاكسي في انفينيتي وور لما حبوا يهاجموه ورد عليهم بالرياليتي ستون، واتصور ان الموضوع ده ليه علاقة برضو بالرياليتي. اتنين سترينج مع بعض. هنا بقى على قد ما انا فاهم في علاقة مع واحدة من الحلقات المهمة جدا في وات اف، ولكن للأسف أنا ما شفتش وات إف فمش هقدر أتغلغل في هذا الموضوع. مين الوحش؟ مواجهة بصرية فرقوعة جدا ما بين واندا وما بين الكيان اللي أنا مش عارف ده مين ده، كتير قوي يا جماعة، الدنيا زحمة جدا شكلها في الفيلم ده. ده الجدع أبو قرنين هو برضو خد على دماغه. برضو أنا عارف دي مين يا جماعة، دي زوكايتو الجوميز اللي عاملة دور أمريكا تشافاز، من الواضح أنها من الشخصيات المهمة جدا في عالم مارفل داخل الأحداث بتاعت دكتور سترينج في الكوميك بوكس، بس انا ما اعرفلهاش ابعد قوي برضو. هل ده عنوان عام لشكل التهديد الشرير اللي بيحصل جوه الفيلم، ان هو مجرد مخلوقات شريرة اخترقت العالم وخلاص بعد السياحان بتاع المالتيفيرس؟ هل ده المفروض برضو في احد الابعاد دكتور سترينج مسيطر اكتر، منصب نفسه زي ما يكون رمز الحاجة مهمة يعني؟ وجهة نظر سليمة جدا من واندا، بتقولك انت لما بتكسر القواعد بتبقى بطل، انا لما بكسر القواعد ببقى العدو. دي يبدو كما لو كانت زيارة من واندا لواندا داخل احداث واندا فيجن، دي ويست فيو المفروض. كله متخرش مطالع عينه، معنى كده ان عملية القبض على دكتور سترينج ديت مش هتنتهي بسلام. يا جدعان بسم الله ما شاء الله عليها، بتنط وبتصرخ وبتضرب، تبقى سوبر هيرو على طول. ثانية واحدة، هي العين دي المفروض انها عين حد معين؟ مين ده وايه اللي هو بيحارب بيه ده؟ وهل الموضوع ممكن يبقى له علاقة بشانك تشي ولا لا؟ هي واندا هتهببي ايه؟ منظور مظلم شويتين برضه، منظور عفاريتي شويتين الحقيقة، ده مش جامد قوي، مش احسن حاجة ممكن تتعمل عشان نكتب بيها عنوان الفيلم. 6 مايو، لسه عندنا وقت كافي جدا عشان كل حاجة في الفيلم تتحرق لنا قبل ما يتعرض. اوكي، النقطة الرئيسية اللي مسيطرة عليا بعد المشاهدة المفصصة شوية، وعلى فكرة يتهيألي لو فصصت اكتر ممكن اطلع بتفاصيل اكتر، ولكن فكرة الاجواء المظلمة لجانب من الاحداث، لان في البدايه خالص احنا كنا سمعنا عن ان الفيلم ده هيكون اول فيلم في عالم مارفل يتجرأ شويه في عالم الرعب، وبعدين لما سكوت ديريكسون خرج من الفيلم اول فكره جت في دماغي ان موضوع الرعب ده ملدش قوي على كيفن فايجي، بس انت لما تقرر انك تبعد تماما عن الرعب مش هتروح تجيب سام ريمي، والتريلر دي بتؤكد ان على ما يبدو في شويه جرأه، مش لدرجه ان احنا نقدر نقول بثقه ان احنا امام فيلم رعب فعلا، بس اولا واخيرا ده شيء فعلا جديد، وعالم مارفل بعد العدد المرعب ده من الافلام دايما هيكون في احتياج لشيء جديد. بس للامانه لسه المفهوم بتاع المالتيفيرس ده مش من الحاجات اللي انا متحمس لها قوي، وسبايدر مان نو واي هوم كان ذكي جدا في انه يستعير منه اقل القليل ويفضل مخلص لتفاصيل العالم بتاع سبايدر مان. بس احنا بقالنا كتير قوي بنلعب على الحافه، ان الاوان ان احنا فعلا ناخد غطس. رقصنا على الحافه في واندا فيجن، رقصنا على الحافه في لوكي، رقصنا على الحافه في سبايدر مان نو واي هوم، ان الاوان ان احنا ندخل بتقلنا بقى عشان نفهم هل دي حاجه هنحب انها
هتكمل معانا ولا لا. درجة ترقبي للفيلم هي 9/10، هحتفظ بدرجة واحدة بس من القلق اللي موجود عندي من البداية خالص تجاه اي حاجة ليها علاقة بالمالتيفيرس. بس لو الفيلم دوت اتعمل كويس ولو المفهوم بتاع المالتيفيرس جواه اتقدم بالشكل اللائق والشكل المفهوم، اعتقد ان الدرجة دي مش هحتفظ بيها تاني في اي حاجة. بس كده، ده رأيي ودي انطباعاتي ودي نسبة ترقبي، الاهم منها رأيكم وانطباعاتكم ونسب ترقبكم، يا ريت تساهموا بيهم في الكومنتس. الف شكر لحضراتكم على المشاهدة، يا ريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم، اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول، تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستغرام، وباي باي.